متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، يتوقع أن يتميز هذا الأسبوع باستقرار عام على الأجواء في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسط ارتفاع لافت على درجات الحرارة في بعض المناطق الوسطى اعتبارا من يوم الاثنين، لكن يتوقع أن يتقدم إلى منطقة بلاد الشام وشمال غرب المملكة منخفض جوي خماسيني قوي بعض الشيء، ويعتبر هبوب رياح الخماسين هبوبا مبكرا، حيث يتوقع أن يجلب هذا المنخفض الجوي تغييرا جذريا على الأحوال الجوية في المملكة أيام الخميس والجمعة، سنستعرضه بعد قليل. بشكل سريع يتوقع أن تكون درجات حرارة اليوم إذن في المملكة كانت درجات حرارة أو ستكون 27-17 في العاصمة، 28-26 في جدة، 27 مثلا في تبوك، في المنطقة الشمالية 23، 25 في الدمام و22 درجة مئوية، والأجواء طبعا مشمسة بشكل عام. لكن غدا نلاحظ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، 32 درجة مئوية في العاصمة تصبح الأجواء مائلة للحرارة، 27 في الدمام، 24 في المنطقة الشمالية، 26 في تبوك، 30 درجة مئوية في جدة، و22 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع بقاء الأجواء مستقرة إجمالا وفي أغلب المناطق. يوم الثلاثاء المزيد من ارتفاع درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب والغيوم، تصل إلى 33 درجة مئوية في العاصمة، 32 درجة مئوية في الدمام، 23 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 27 درجة مئوية في تبوك والمنطقة الشمالية الغربية، 30 درجة مئوية في جدة، و22 درجة مئوية تبقى درجات حارة على ما هو عليه الحال في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الأربعاء لا تغييرات جذرية على الحالة الجوية، تبقى درجات حارة تقريبا في نفس النطاق مع تراجع بسيط في درجات الحارة، ولكن الأجواء مستقرة ومشمسة في كافة المناطق، تصل في العاصمة إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار، 28 درجة مئوية في المنطقة الشمالية، 32 درجة مئوية في شمال غرب المملكة، 30 درجة مئوية في جدة، 23 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، و28 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية. أما بالنسبة ليوم الخميس فيتوقع كما ذكرنا أن يقترب منخفض جوي خماسيني في المنطقة الشمالية من المملكة، الأمر الذي سيعمل على وتغييرات جذرية في الحالة الجوية تتمثل على النحو التالي: هبوب لرياح عاصفة ومغبرة وهبوب وتشكل حقيقة لعاصفة رملية محتمل في المنطقة الشمالية للمملكة، مع 27 درجة مئوية درجة حرارة العظمى في ساعات النهار، لكن تنخفض بشكل لافت في ساعات الليل إثر هبوب رياح باردة متوقع بمشيئة الله تعالى، تباين كبير في درجات حرارة في تبوك ما بين 30 درجة مئوية في ساعات النهار لكنها تهبط ليلا إلى 10 درجات مع أيضا أجواء مغبرة، 31 إلى 25 في جدة مع أيضا توقعات بهبوب لرياح جنوبية قد تثير الأترب والرمال هناك، زخات رعدية محتملة من الأمطار في جبال جنوب غرب المملكة مع 23-13 درجة مئوية، أتربة مطارة إثر هبوب رياح جنوبية غربية محتمل أيضا في منطقة الرياض والعظمى تصل إلى 33 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 23، أما الأجواء أكثر استقرارا في منطقة الدمام والمنطقة الشرقية مع عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 23 درجة مئوية. موجة غبارية كثيفة تحت المراقبة وهي محتملة أن تؤثر على مناطق شاسعة من المملكة العربية السعودية والخليج العربي يوم الجمعة مع تحرك هذا المنخفض الخماسيني، حيث توقع أن تهب رياح مغبرة كثيفة باتجاه المناطق الوسطى والشرقية من المملكة وبقائها في المناطق الشمالية، مع أيضا نشاط كبير ولافت في الرياح في المنطقة الغربية، وستتراجع لافت في درجات الحارة، تهبط في العاصمة الرياض من 32 إلى 26 درجة مئوية في ساعات نهار يوم الجمعة والصغرى 12 درجة مئوية، وبالتالي تميل الأجواء للبرودة ليلا مع هبوب المزيد من الغبار والأتربة المثارة، 30 إلى 15 في المنطقة الشرقية، 18 إلى 5 درجات نلاحظ تراجع درجات الحارة بشكل كبير في المنطقة الشمالية في ساعات الليل، 20 إلى 9 في تبوك، 28 إلى 22 درجة مئوية في جدة، و22 إلى 12 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع احتمال أيضا أن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار. إذن هذه هي ملخص الأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع، أسبوع تقريبا يغلب عليه الطابع المستقر حتى يوم الأربعاء، وأحوال جوية غير مستقرة على شكل موجات كثيفة من الغبار الذي قد يعيق التنقل أحيانا ويزداد بشكل كبير في نهاية الأسبوع الحالي إثر وجود منخفض جوي خماسيني مقترب من المملكة يتحرك باتجاه بلاد الشام قادمة من الأراضي المصرية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، إذن أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا ومباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.